وكان التحالف العربي قد كثف من ضرباته الجوية على أهداف تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية في 3 مديريات بمحافظة حجة منذ مطلع الأسبوع الجاري. وأسفرت الغارات التي شنها طيران التحالف خلال اليومين الماضيين عن تدمير آليات قتالية ومخازن أسلحة ومصرع وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية في مديريات حرض وعبس ومستبأ. وتزامنت الغارات مع هجمات شنها الجيش الوطني وتمكن خلالها من تحرير عدد من المناطق غرب حرض وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومناطق غرب مستبى. وللمزيد ينضم معنا العميد الركن عدنان صديق قائد مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة. أهلا بك سيادة العميد. إذا أعلن الجيش الوطني السيطرة على مناطق واسعة في مديرية عبس بمحافظة حجة، لك أن تخبرنا عن آخر المستجدات العسكرية هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك وأحيي جميع مشاهدي قناتكم. بالتأكيد في الفترة الأخيرة استطاعت المنطقة العسكرية الخامسة بتحرير مناطق كثيرة في مديرية حرض وأيضا في مديرية عبس. المستجدات الأخيرة كانت في مناطق مديرية حرض والذي هي شرق مديرية حرض ما بين مدينة ميدي وحرض. هذه المنطقة كانت معزولة من فترة طويلة، استطاعت المنطقة العسكرية الخامسة تجاوزها والاتجاه جنوبا ثم شرقا والعودة إلى منطقة حرب. تم محاصرة المنطقة هذه لفترة طويلة وأصبحت جاهزة للتمشيط وإخلائها من عناصر الحوثية. استخدمنا خلال الأسابيع الماضية أسلوب الاقتحام والتطهير. استطعنا تحرير مناطق مثل بعض المزارع، مزارع نسيم والحاشدي والخميسي والكثير من القرى مثل المخازن إليها. أيضا استطاعت المنطقة العسكرية الخامسة التحرك أيضا جنوبا باتجاه مديرية عبس. نعم. نعم سيادة العميد، هناك غارات كثيفة في منطقة حرض وعبس، ما أبرز نتائجها حتى الآن؟ في الحقيقة بالنسبة للغارات هي طبعا كل هجوماتنا في منطقة عبس ومستبى في منطقة حيران في مديرية حرب تقوم بمساندة مباشرة من التحالف العربي وبقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا بإسناد جوي قريب من خلال الطيارات. هناك غارات أسفرت عن في الأخير مخازن أسلحة وذخيرة، وهناك تم استهداف مؤخرا مخزن أسلحة كبير في منطقة بشرق مدينة حرب وتحتوي على كثير من الذخائر، لأن هذه المنطقة هي كانت منطقة بالنسبة لهم استراتيجية لمواجهة الجيش الوطني الحر. نعم. نعم نشكرك جزيل الشكر العميد الركن عدنان صديق قائد مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة.